السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام في حلقة اليوم من برنامج ثنايا الخبر، والتي نتحدث فيها عن مطالبات الاتحاد الأوروبي بإحالة ملف سوريا للمحكمة الجنائية الدولية على ضوء الحكم الصادر على الضابط المنشق على نظام الأسد أنور رسلان. رحب الاتحاد الأوروبي في بيان بالحكم الذي صدر عن محكمة في ألمانيا بحق الضابط السابق في مخابرات النظام أنور رسلان، مجددا مطالبه بإحالة ملف سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية. وكانت محكمة كوبلنز الألمانية قضت بالسجن مدى الحياة بحق رسلان عقب إدانته بارتكاب جرائم ضد الإنسانية. نتابع هذا التقرير ثم نبدأ الحوار. السجن مدى الحياة وتحمل كامل التكاليف للمتضررين هو الحكم الذي أقرته المحكمة الإقليمية في بلدة كوبلنز الألمانية بحق ضابط سابق في مخابرات نظام الأسد متهم بقتل وتعذيب سوريين في مراكز الاعتقال. 80 شاهدا أدلوا بإفاداتهم أمام المحكمة الألمانية بمن فيهم معتقلون سابقون وموظفون سابقون في حكومة نظام وخبراء في الشأن السوري بحسب صحيفة العربي 21، شهادات كانت كفيلة لإثبات تورط رئيس قسم التحقيق بالفرع 251 أنور رسلان بجرائم ضد السوريين. الحكم على رسلان يمثل البداية لمحاكمة بقية رؤساء الأفرع الأمنية والمسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان لدى النظام بحسب موقع العربي 21، وهو ما شكل ربما بارقة أمل للسوريين الذين تفاعلوا مع الحكم عبر وسائل التواصل الاجتماعي. مبروك للشعب السوري أنه قدر رغم كل العراقيل الدولية أنه يفتح بوابة العدالة. رغم دعم روسيا والصين وإيران وأغلب الدول العربية للنظام السوري، قدر السوريين والمنظمات السورية أنه يلاقوا طريق بديل لحتى يحاكموا جرائم الدكتاتورية في سوريا. قضايا أخرى تبقى رهن المحاكم الأوروبية بحسب ما أفاد موقع إذاعة مونت كارلو الفرنسية، والذي أكد وجود زيادة كبيرة في الدعاوى القضائية المرفوعة ضد أجهزة النظام الأمنية في المحاكم الأوروبية. من هذه الدعاوى ما يستهدف 9 من كبار المسؤولين لدى النظام وفي جهاز المخابرات الجوية، بينهم الرئيس السابق للجهاز جميل حسن المقرب من بشار الأسد، عدا عن الدعاوى المقدمة في السويد وغيرها من المحاكم التي يلتمس فيها السوريون العدل المفقود. أرحب مجددا أرحب بضيفي المحامي السيد طارق حوكان مدير المكتب القانوني في المركز السوري للإعلام وحرية التعبير ينضم إلينا من ألمانيا، كما أرحب بالسيد زياد المنجد الكاتب الصحفي ينضم إلينا من لندن. أهلا بكما. أبدأ معك سيد طارق، هل الحكم الصادر بحق الضابط السابق في مخابرات النظام أنور رسلان هو حكم نهائي وقاطع أم ما يزال بالإمكان ربما الطعن بالحكم أو إلغاؤه؟ نعم، مساء الخير لكم السادة المشاهدين. مساء النور. الحكم لا، ما هو نهائي، الحكم قابل للطعن أمام المحكمة الفيدرالية العليا. بس هون لازم نشير انه هي المحكمة هي محكمة قانون، يعني ما بتنظر بالموضوع، تنظر فقط فيما اذا كانت المحكمة تقيدت بالقانون وطبقته بشكل حسن. هذا من جهة. من جهة ثانية وهذا رأي شخصي، يعني كعامل بالمجال الحقوقي والقضائي، يعني أنا محامي بالأساس، الحكم حقيقة يصلح لأن يكون نموذج لتدريس أكاديميا، يعني 76 صفحة لم يترك أي تفصيل دون مناقشته وموازنته والبناء عليه. ولذلك من وجهة نظري أنا إنه هذا الحكم أو الطعن اللي رح يوقع عليه هو، يعني خبرت إنه المحامين المحكوم أنور مباشرة طلبوا الاستئناف، أنا برأيي ما رح يكون مجدي،
والحكم متين وقوي أها. وما في نتيجة من الطعن. طبعا هذا رأي شخصي. طيب، الحكم متين وقوي. أنتقل إلى السيد زياد المنجد. سيد زياد، ما تعليقك على الحكم الصادر بحق أنور رسلان؟ أولا تحية لك ولضيفك وللمشاهدين الكرام، أهلا بك. طبعا هذا الحكم يعني حكم يعني يعطي قليلا أو شيء بسيط من حقوق المتضررين، ولكنه بداية طيبة لما سنراه في المحاكم الدولية مستقبلا لمحاكمة الآلاف من مجرمي النظام الذين قاموا بتعذيب المواطنين. هذا الحكم يعني يقول ضيفك أنه قابل للطعن، ولكن يبدو أن كل الأمور تجري لأن يكون هذا الحكم نهائي، لأن هنالك كما ذكر تقريركم 80 مدعيا أدلوا بشهاداتهم ضد هذا المجرم، وبالتالي فإن هذه المحكمة لا يمكن أن تبطل هذا الحكم، لأن الاستئناف سيكون كما ذكر ضيفك الكريم حول ما إذا طبقت المحكمة القانون المعتمد لديها بشكل يعني بشكل صحيح أم لا. أما من ناحية المواضيع التي يعني تمت خلال المحاكمة لا أعتقد أن هنالك شائبة، ولذلك يبدو أن الحكم شبه نهائي ولو أن هنالك الاستئناف، ولكن هذا الاستئناف حسب رأيي لن يؤثر شيئا على قطعية الحكم الصادر من المحكمة الألمانية. إذن أنتما متفقان في الرأي حول هذه المحاكمة. سيد طارق، من الناحية الإجرائية ما هي أبرز القضايا التي أدين بها رسلان بشكل مباشر؟ الادعاء أساسا كان على أنور رسلان بالتواطؤ بقتل 58 إنسان وتعذيب 4000 والحرمان الشديد من الحرية لهدول 4000 وأعداد أخرى من المعتقلين، بالإضافة للعنف الجنسي. الجرائم الأولى الثلاثة كانت هي جرائم ضد الإنسانية، والعنف الجنسي كجريمة عادية كان عم تحكم المحكمة ما رضيت إنه تعتبرها جريمة إنسانية على اعتبار إنه ما كانت تتم، هيك رأي المحكمة إنه ما كانت تتم بشكل منهجي. من الجرائم القتل المحكمة وجدته مذنب ب 27 حالة قتل وأبقت على ما يتعلق بالتعذيب والحرمان من الحرية. الاختلاف الآخر، اختلاف عن الادعاء الآخر، أو المحكمة خالفت الادعاء بشغلة، هي إنه بالادعاء كان متهم بالتواطؤ بالحكم، المحكمة غيرت التوصيف الجرمي واعتبرته شريك بجرائم القتل. نعم. سيد زياد، البعض من ذوي الضحايا قالوا إن هذه العقوبة لا تعيد لهم أقربائهم من المعتقلين والمفقودين، إذن ما أهميتها في طريق تحقيق العدالة؟ يعني بشكل أكيد أن الحكم لا يعيد من قتلوا على يد هذا المجرم، ولا يعيد الحق بشكل كامل لمن قام هذا المجرم بتعذيبهم وحرمانهم من الحرية وباغتصابهم جنسيا والاعتداء الجنسي على حتى النساء، فبشكل أكيد. ولكنه يعني هذه الإجراءات المتبعة في المحاكم، وبالتالي لا يمكن، يعني نحن نعلم أن حكم الإعدام في دول الاتحاد الأوروبي ممنوع، وبالتالي فأقصى ما يمكن أن يطبق على مثل هذه الجرائم السجن مدى الحياة، وبالتالي ها هو الشيء المتوفر. وأكيد أن من فقدوا حياتهم لا يمكن أن يعودون، ولكنه جزء، أنا قلت لك أنه جزء من حقوق الضحايا نالها، وعلى الأقل أنه
ظهر أمام العالم بشكل عام أن هنالك جرائم ترتكب في سجون النظام، وأن هذا النظام المجرم يقوم بقتل يعني السكان والمواطنين بلا مبرر، سوى أنه يريد الحفاظ على حكمه، وبالتالي فهذا الأمر يعني هذا الحكم أظهر للعالم، رغم أن هنالك ادعاءات من قبل الكثير من الدول يعني بدعوتهم للحفاظ على حقوق الإنسان، أن هنالك حقوقا للإنسان تنتهك في سوريا، وهذا الحكم سلط الضوء على هذه الانتهاكات بشكل أو بآخر. نعم، مستمرون معكم ضيوفنا ومشاهدينا في حلقة ثنايا الخبر، لكن بعد الفاصل. بعد مطالبات الاتحاد الأوروبي، هل يمكن فعلا إحالة ملف سوريا للمحكمة الجنائية الدولية؟ أهلاً ومرحباً بكم مشاهدينا في نشرة أخبار المنتصف من قناة حلب اليوم. لأنها نبض المجتمع السوري، ترصد حلب اليوم الخبر أينما كان، وتنقل الوقائع الإنسانية والسياسية والعسكرية وغيرها بالصوت والصورة، نواكب الحدث في لحظته ونقدمه موجزاً على رأس الساعة ومفصلاً بالنشرات. نناقش أبرز الملفات الساخنة مع المسؤولين والباحثين. كل ذلك وأكثر نضعه بين أيديكم، ملتزمين بالدقة والتوازن والموضوعية، لتكون حلب اليوم بوصلة الخبر والصورة. اليوم من برنامج ثنايا الخبر، ونتحدث في ملف اليوم عن مطالبات الاتحاد الأوروبي بإحالة ملف سوريا للمحكمة الجنائية الدولية على ضوء الحكم الصادر على الضابط المنشق عن نظام الأسد أنور رسلان. مشاهدينا الكرام، حلب اليوم أجرت استطلاعا للرأي على منصاتها، نصه ما يلي: بعد الحكم على أنور رسلان ومطالبات الاتحاد الأوروبي، هل تعتقد أن العدالة يمكن أن تطال نظام الأسد وأركانه؟ 28% من المستطلعة آراؤهم أجابوا بنعم، و 72% من المستطلعة آراؤهم أجابوا بلا. أرحب مجددا بضيفي المحامي طارق حوكان، مدير المكتب القانوني في المركز السوري للإعلام وحرية التعبير من ألمانيا، وأرحب أيضا مجددا بالسيد زياد المنجد الكاتب الصحفي من لندن. أهلا بكما مجددا معنا. سيد زياد، بداية، ما رأيك بمطالبات الاتحاد الأوروبي بإحالة ملف سوريا للجنائية الدولية؟ ما مدى إمكانية تحقيق هذا الأمر؟ أولا، سوريا ليست موقعة على نظام روما الأساسي المنشئ لمحكمة الجنايات الدولية، وبالتالي لا يمكن للمحكمة محكمة الجنايات الدولية أن يعني تبحث هذا الأمر إلا بإحالة هذا الأمر من مجلس الأمن.
وعندما يجتمع مجلس الأمن ويقرر إحالة هذا الملف كما حدث في دارفور 2005 وحدث في ليبيا 2011، ولكن يعني هذا الأمر غير يعني غير ممكن، لأنه حصلت حقيقة الأمر يعني مطالبات في 2013، حصلت مطالبات وكان هنالك يعني ست دول من مجلس الأمن أقرت وساندت حالة سوريا أو النظام السوري إلى محكمة الجنايات الدولية، ولكن اعترضت أمريكا والصين باعتبار أن هذا الأمر سيعقد الحالة. في العام 2014 كذلك جرت هنالك محاولات لإحالة ملف النظام السوري إلى محكمة الجنايات الدولية، ولكن اعترضت روسيا والصين. وبالتالي فهذا الأمر، الاتحاد الأوروبي الآن هنالك تقريبا 4 أعضاء في مجلس الأمن، هنالك النرويج وإيرلندا بالإضافة إلى المملكة المتحدة وفرنسا، بإمكانهم أن يطرحوا هذا الملف، ولكن لا يمكن إلا أن يوافق الجميع، ونعتقد أن روسيا والصين لن توافق، ولذلك هذه المطالبات عبارة عن يعني صرخة في الهواء لا يمكن أن تأتي. ولكن أقول لك أن الجرائم ضد الإنسانية لا تتقادم بالزمن، وبالتالي حتى إذا لم نستطع أو لم تستطع هذه الدول إحالة ملف سوريا إلى محكمة الجنايات الدولية، فسيطال العقاب يوما ما كل هؤلاء المسؤولين الذين أجرموا بحق الشعب السوري عندما يتواجدون في دول سيضطرون للجوء إليها عاجلا أم آجلا. سيد طارق، من نظرة قانونية ألا يمكن الالتفاف على التصويت في مجلس الأمن لإحالة ملف سوريا إلى الجنايات الدولية؟ التصويت على مجلس الأمن يعني مثل ما تفضل الأستاذ زياد يعني ما متوقع أنه يمر قرار بهذا الخصوص ما لم يتغير المناخ السياسي أو المزاج السياسي بالمجلس، وهذا ما له متوقع كمان بالمدى المنطقي. المتاح الآن للالتفاف على هذا الفيتو الروسي والصيني هو الاستناد للولاية القضائية العالمية لملاحقة مجرمي ومرتكبي الجرائم الجسيمة في سوريا، جرائم ضد الإنسان وجرائم الحرب. دعوة الاتحاد الأوروبي ما جديدة الحقيقة، يعني سبق ودعوا أكثر من مرة، وطبق كمان الأستاذيات كان في محاولات لتمرير قرارات بهذا الخصوص، وهي بالأساس مشاريع قرارات كانت أوروبية، يعني مش الأوروبيين هن اللي انطلقوا فيها أو اللي طرحوها، بس الفيتو الروسي والصيني كان العقبة كأداء واللي ما زالت موجودة حتى. سيد زياد نحن نعم تفضل. نحن الآن الاتحاد الأوروبي إذا هو فعلا بصدد انه يفعل اجراءات المحاسبه وملاحقه مجرمي الحرب ومرتكبي جرائم ضد الانسانيه، فالتركيز يجب ان يكون في الاجهزه القضائيه الاوروبيه بإتاحة وتفعيل الولايه القضائيه العالميه، طيب، وبالسماح للسوريين اكثر بالانخراط بهاي العمليات. يعني انا هون بدي اشير لشغله، المحكمه محكمه كوبلنز والمحكمه اللي هلا نحن بصددها القادمه 19 شهر بفرانكفورت، المحكمتين لا يوجد اللغه العربيه اللي هي لغه اصحاب الشان وجود بالمحكمه. الحضور السوريين كان جدا ضعيف لانه محدد وما كان في حضور مواكبه مع هاي الامور. هاي بتشجع الضحايا وبتشجع الشهود وبتشجع السوريين على الانخراط اكثر بهي العمليه، وهذا هو وصلت فكره. سيد زياد،
ما أهمية رفع دعاوى قضائية اليوم في كل الدول الأوروبية ضد كل من ارتكب جرائم حرب؟ لا يمكن أن تحاكم إلا إذا كان هذا المجرم موجودا على أرضها، وبالتالي يعني رفع الدعاوى ضد هؤلاء المجرمين حتى إذا لا يمكن أعتقد أنه يبت فيه إلا إذا كان هذا المجرم على أرضها، وبالتالي هذه المحاكم مقيدة، فهؤلاء موجودون داخل سوريا ولا سلطة قضائية للمحكمة عليهم، وبالتالي هذا الأمر لا يمكن أن يفعل شيئا. نحن نعلم أن رسلان وجد في ألمانيا وهنالك من ادعى عليه، وبالتالي لأنه موجود في ألمانيا فهنالك ولاية قضائية عليه لأنه موجود داخل الأراضي الألمانية، وهنالك في كل الدول الأوروبية لا يمكن هذه المحاكم أن تحاكم أي شخص إلا إذا كان موجودا على أرضها، وبالتالي هذا الأمر يعني لا أعتقد أنه ناجع وفعال في محاكمة هؤلاء المجرمين. طيب سيد طارق، هناك من ينتقد ويقول إن كل هذه المحاكمات تطال المنشقين ولا تطال موالي النظام الذين حملوا السلاح وقمعوا الحراك السلمي رغم وجودهم في أوروبا ومسؤولي النظام وبعضهم موجودون في سوريا. ليش سألتك السؤال؟ لأنه حتى المحلل الموالي للنظام عمر رحمون يقول أن الحكم الصادر بحق أنور رسلان هو مصير من انشق وفر عن الدولة كما يقول، وأن الغالبية من أمثاله سيحاكمون تباعا. طيب كيف تعلق على هذا الأمر؟ يعني للأسف أنه عم يتفق النظام ومن يروج لهذه الفكرة من المعارضة كمان. الاثنين عم يقول انه عم يستهدف هاي المحاكمات عم تستهدف المشتكين. يا سيدي الكريم، المحاكمات لا تستهدف المشتكين، تستهدف مرتكبي جرائم. يعني انور رسلان ما عم يتحاكم لانه مشك، بالعكس كونه مشك كان ظرف قد يكون المحكمه بشكل من الاشكال اخذته بعين الاعتبار انه ما ارتكب جرائم من وقت انشقاقه حتى الآن، وهذا ما أحد الأسباب اللي ما خلاها تشدد العقوبة بحيث إنه تكون مدى الحياة دون الحق بطلب التخفيض لل 15 سنة. ولا أي محاكمة وقعت على مرتكب جرائم حرب وقعت عليه بصفته كأنه إنه إنه غير إنه باستثناء انه هو ارتكب جرائم، والمحاكمة تقع على هذه الجرائم ليس على انه مشتق انه انشق او منشق. انور رسلان لو انه ما كان ارتكب هاي الجرائم وانشق، هل كان سيحاكم الاف المشقين ما زالوا موجودين الان ويعيشوا حياتهم باوروبا او بتركيا او الى اخره؟ ما حدا قرب عليهم. عدا عن ذلك، الملف اعد وكثير من الأدلة أعدت بمساعدة مشكين، يعني مشكين كمان كان له المشاركة بالملفات. لكن سيد طارق، هذا القول يعني ما نعم. برأيي الهدف، قلت لك الهدف أنه عم يخدم النظام أكثر ما عم يخدم الشعب السوري. لكن سيد طارق، لسان حال من يقول أن هذا الحكم يشمل منشقين وهو لا يشمل مسؤولين في النظام، يقول أن هناك لا يوجد دعاوى مرفوعة بحق موالين للنظام أو من يعمل مع النظام في أوروبا حاليا. هذا الكلام صحيح وبكذبه واقع الحال. يعني هلا 19 شهر عندنا في محكمة هذا الطبيب اللي علاء موسى اللي متهم بجرائم كمان بشعة ارتكبها من خلال عمله بالمستشفيات. يعني القاء التهم جزافة وترويج بالأفكار بنصف حقيقة، هذا يعني أساليب النظام هو اللي عم يتبعه. الأحرى فينا نحن كسوريين إنه نكون دقيقين بهاي المواضيع. أشكركما ضيفي
المحامي السيد طارق حوكان مدير المكتب القانوني في المركز السوري للإعلام وحرية التعبير. كما أشكر السيد زياد المنجد الكاتب الصحفي كان معنا من لندن. وعلى كل حال فرنسا أيضا بدأت بتوجيه لائحة اتهام لصلاح حبيب المتهم بإرسال معدات للأسلحة الكيماوية إلى نظام الأسد، وهو خبر جديد ربما يرتبط بهذا الملف لاحقا. الشكر موصول أيضا لكم سادة المشاهدين على طيب المتابعة لحلقة اليوم من برنامج ثنايا الخبر، والتي تناولنا فيها مطالبات الاتحاد الأوروبي بإحالة ملف سوريا للمحكمة الجنائية الدولية على ضوء الحكم الصادر على الضابط المنشق عن نظام الأسد أنور رسلان. إلى اللقاء.